تمام. الحركة الجاي أو المسل الجاي اللي رح نقيمها هي العضلة اللي بتعمل scapular adduction اللي هي middle fibers of trapezius. للgravity eliminated position بتكون patient نايم prone كالعادة في عنا pillow تحت الفلبس. الشولدر بتكون 90 degrees abduction thumb upwards. أوكي؟ إيدي الثانية بتكون على scapula من الجهة الثانية just to give stabilization. لgrade 3 رح أطلب منك زي كأنه بدك ترفع إبهامك باتجاه السقف. طبعاً لما يرفع إبهامه باتجاه السقف نشوف كيف الscapula عم تتحرك لجوه وعم تعمل adduction. طبعاً بدي بس أخذك تلف وجهك للجهة الثانية بس عشان substitution movement ونعيدها كمان مرة. نرفع للأعلى. هلا المقاومة تاعتنا ما بتنعطى على السكابيولا، بتنعطى again عند الالبو، عند الريست. طبعا مش على الريست لاين، just proximal to the wrist. middle resistance لgrade 4 وmaximal resistance. طبعا عم نلاحظ صهيب بس ما بدي اياك يعني تشد بحيث انه ترفع الفلبس تبعك عن السرير، اوكي؟ يعني نحاول بس نستجيب مع كمية المقاومة الموجودة. ممتاز، برافو عليك. وماكسيمال ريزيستنس كمان مرة. ممتاز. اوكي؟ هلا الجرافيتي اليمينيتد بوزيشن بيكون البيشنت سيتر. على الكرسي. بهاي الوضعية طبعا بهاي الحالة هلا to achieve scapular adduction هو رح يحرك ايده للخلف. طبعا انا كثيرابيست بس حاطة البيلو حاليا لانه التخت not adjustable. اوكي، بدك تحرك ايدك للخلف قدر الامكان. ممتاز. هلا عشان البالبيشن تبع الميدل فايبرز اوف ترابيزيوس بس عشان افرجيكم اياه بس رح اطلب منك صهيب معلش تقوم تقعد بس بشكل عادي. الميدل فايبرز تبعون الترابيزيوس اذا بتتذكر في عنا شيء اسمه السباين اوف ذا سكابولا. اذا مشينا معاه للاخر لعند الفيرتبرال بوردر وشوي فوقيها يعني على هي السبيس بين السكابولا وبين الفيرتبرال بوردر بطلب منه يحرك ايده للخلف بحس على طول الميدل فايبرز تبعون الترابيزيوس. تمام.